اتليتا 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 يا اخوان مفيش نو اتليتا نور بن جام على السجية النصيحة في لسانه بالنية اتليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن إكليتا مرة إكليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني إكليتا 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 يا أخوان نضبط غيكتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني إكليتا يا إكليتا 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 السلام عليكم. عليكم السلام. حقيقة أنا سكنت جديد في الحلة دي. بجد سمعت قنبلة قنبلة في الحمام. قنبلة في الحمام؟ لا 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 ما قصدي. أنا قصدي يعني إنه سمعت صوت نادر. صوت من الزمن الجميل. ما غير الله. ما غير الله وقادر هو بيملكه. صوت عكليتة من الزمن الجميل. أهي أهي من الزمن الجميل. عليك الله يا عكليتا عليك الله يا عكليتا يا عكليتا عليك ما تفصل معي ما تفصل معي يا أخي جلال حاصل شنو يا جلال يا أخي دي ما أفرح هذا يا جلال يا أخي زندا اكتشفني وقال لي يا أخي أنت بتغني عليك الله ما أنت تكتر الكلام تغني تغني شنو يا عكليتا يا أخي أنت عمرك ما غنيت عمرك ما غنيت يا أخي جلال عليك الله ما تحبطه احبطني شنو يا اخي احبطني شنو يا اخي يا اخي ده ما غنى عكليتا عمره ما غنى تغني شنو عكليتا يا اخي ما في ناس ما بكونوا عارفين عشان كده انا ما غنيت لانه انا ما بكتشف روحي انا ما عارف بعدين موسى ده اصلا زول اختصاصي بتاع اصوات يعني ده شغلته في الدنيا دي اصوات عشان كده اول ما سمعني طوالي قال لي انت لازم تغني بعدين ما لازم يكون في زول بيكتشفني انا حاكشف روحي برا كيف يعني صح لانه في ناس بعد ما يكبروا بيبقوا مشاهير ها يا اخي احكي عليك الله انا لما لنا كورس كده ونبدا لانه انا افتكر انه من حيث المبدا مفترض يعني من حق الشعب اسمعني شعب هاي الله يكون في عون الشعب هجد لا انام وانا واحد مساهر أسبابي حب طاهر وانا واحد مساهر ولين أسبابي الحب طاهر حجد الأنام وانا واحد مساهر أسبابي الحب طاهر ها اخوانا العربية هندجال هاي نقوم نمش الشعب منتظرنا من حق الشعب اسمع عكليتا يلا يا شباب الناس ينزل 4x4 كلهم
وأور مع كلنا وكذا جابوا لنا شفت قريب الهباب قريب الهباب ذاك رجعوا لي ذاك بس كسر على قريب طلعوا الملوك وقف فينا لب 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 أيه شو من حد كذا تقدر تجيب لنا يا رجال حاسدين حسوا انه عكليته ده حيفرتق الدنيا حيمسك السوق كده تاني زول بغني معاه ما في عشان كده عاوزين ينتهوا مني باي طريقه موسى زادو قال لي كده قال لي حيسهروا لك ناس زي ديل كده يحسدوك يغيروا منك عكليته عكليته يا ولدي انا مين بيتي ده قلت لك ما عندك حس للغنى ما عندك صوت انسى الموضوع انسى شنو يا اخي عكليته لا يستسلم ابدا من حق الشعب انه يسمعني فم جنايد الشعبي من قصور الروم حيزان الروضة ويشكيا مغروم فم جنايد الشعبي من قصور الروم حيزان الروضة ويشكيا محروم من قصور الروم حيزان القضوضة وفيها مغروم فجناين الشاطي من قصور الروم حيزان القضوضة وفيها مغروم فجناين الشاطي ليبا مالك تحق الشعب عكليتا عكليتا يا اخوان مفيش شنو عكليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عكليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عكليتا مرة عكليتا 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 عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عكليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عكليتا يا عكليتا 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 عكليتا